السلام عليكم. أصدر دكتور ناصر الخبجي القيادي بما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ لحج اليوم بياناً حذر فيه أنهم سيبحثون عن شركاء جدد في حال قررت أبوظبي والرياض التحالف مع مكونات أخرى. فهمت تصريحات الخبجي أنها تخوف من الانتقالي إزاء التقارب الأخير الذي تم بين الإصلاح وأبوظبي. وقامت عناصر جنوبية خلال اليومين الماضيين بمنع مسافرين شماليين من الوصول إلى عدن، وقامت بإنزالهم من الشاحنات وتركهم في العراء. مراقبون قالوا إن هذه الخطوة محاولة من قبل المجلس الانتقالي إلى لفت الأنظار الإقليمية والقول إنه صاحب النفوذ الأول في الجنوب. كما انتقد ناشطون منع البسطاء من مسافرين وعمال من دخول عدن في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل إعلام أنباء عن استقبال موكب عائلة صالح بالمدرعات والحماية الأمنية. وتعيش عدن منذ تحريرها وضعا أمنيا واقتصاديا صعبا يعتبره كثيرون نتيجة طبيعية لعدم تمكين الدولة وعدم تفعيل مؤسساتها برعاية إماراتية، إذ منعت أبوظبي الرئيس هادي والمحافظ المفلح من العودة إلى عدن، وذهبت باتجاه مكونات سياسية أخرى كالمجلس الانتقالي، وانشأت ميليشيات أمنية وعسكرية خارج إطار الدولة سميت بالأحزمة الأمنية وقوات النخبة في أكثر من محافظة جنوبية. إذن أين الشرعية في الجنوب اليوم؟ وهل التحالفات الأخيرة ستفضي إلى وضع أفضل بالنسبة للحكومة الشرعية؟ هل ستشهد عودة للرئيس وكامل حكومته لممارسة مهامهم من العاصمة عدن وتسليمهم جميع المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية؟ أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه؟ وأن الاتفاق بين الإصلاح والإمارات ليس سوى تفاهمات خارج نطاق الشرعية؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها الليلة مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش ولكن بعد أن نتابع معكم هذا التقرير. لليوم الخامس على التوالي تفرض قوات الحزام الأمني حجزا على مدخل عدن لمنع عائلات من دخول المدينة. عشرات الأسر العالقة من المسافرين إما هربا من ميليشيات الحوثي في أرياف تعز أو مرضى بحاجة إلى السفر للخارج عبر مطار عدن. جنود النقاط الأمنية بحسب المصادر يقولون إن أوامر عليا تقضي بمنع مواطني المحافظات الشمالية من دخول المدينة. تبدو عدن واجهة لأجندة تتعدد ومسارات تتباين أمام الشرعية وأهدافها. ففي الوقت الذي يحول فيه الحزام الأمني دون دخول أبناء المحافظات الشمالية يعمل على توفير الحماية الكاملة لوصول أسرة المخلوع المتوجهة إلى أبوظبي كما تقول المعلومات. تفتقر الشرعية لسلطتها وإرادتها في عدن خصوصا أمام ازدواجية التعامل مع سلطة الأمر الواقع هناك، غير أن غياب الرؤية والمشروع الوطني في الجنوب ذاته عقب التقارب الإماراتي والإصلاح ألقى بظلاله على المجلس الانتقالي بعد أن وجد نفسه هو الآخر منقادا خلف مزاج الحاكم الإماراتي وبعيدا عن توجهاته وأهدافه. رد فعل المجلس الانتقالي الذي طلب بإعادة النظر حول الاتفاقات السياسية وعن خطوات مستقبلية واضحة يبدو أنه يعود للبحث عن تكوين حلفاء جدد. وحتى اللحظة يبدو الدور الإماراتي غير واضح في المرحلة المقبلة، ولم يتبين موقفه من الشرعية ذاتها وعدد غير يسير من الملفات العالقة أبرزها الحراك الجنوبي وعودة الحكومة وتفعيل مؤسساتها في المناطق المحررة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي هنا الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث. أهلا بك مجددا. دعنا نبدأ بحديث أو موقف محافظ لحج ناصر الخبجي الذي يبدو أنه توجس من خذلان الإمارات كما فهم الكثيرون، وحذر أبوظبي من خطوة التقارب إن صح التعبير مع الإصلاح. ما رأيك أو كيف تقرأ هذا البيان؟ لا شك أنه بيان يصب في الأخير في حالة الفوضى الموجودة في المناطق المحررة جنوبا. هذه الفوضى التي في أساسها هي ناتجة لعدم وجود رؤية واضحة لا لدى الشرعية ولا لدى هذه القوى التي تعمل بمعزل عن قوى الشرعية. أنا باعتقادي أن هذه الفوضى المتضرر الوحيد منها هو المواطن البسيط والعادي في الجنوب والشمال على حد سواء. أنا باعتقادي اليوم بعد عامين وأكثر من تحرير هذه المناطق الجنوبية واستتباب الأمن فيها إلى حد ما، وهذا المشروع الانفصالي عاجز على أن يكون حقيقي موجود على الأرض، يعني في أدنى يعني تولوا المناصب كبيرة في قيادة الدولة والسلطة المحلية في هذه المحافظات، ولكنهم فشلوا خلال أكثر من عامين
فشل ذريع يعني على مستوى الأمني، على مستوى الخدمات، على أبسط المستويات، في دلالة واضحة على أنهم ليسوا رجال دولة. يعني بغض النظر عن 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 إسهاماتهم فيما يتعلق بمعركة استعادة المناطق التي سقطت في يد الانفصاليين، في يد الحوثيين، لكن في الأخير ليس كل من حمل بندقية ممكن أن يدير دولة. لو كان لديهم مشروعا واضحا وشجاعا ليذهبوا إلى تحقيقه على الأرض. ليس هناك مانع لدى اليمنيين في الشمال في أن تذهب الجنوب دولة لحالها. أنا باعتقاد المواطن البسيط العادي ما عنده مشكلة في أن تكون هناك حتى 20 دولة، ما دام أنه هناك أمن وهناك استقرار وهناك انسيابية لمصالح الناس. أما أن يكون المتضرر الأول والأخير هو هذا المواطن المحروم من الأمن، محروم من الخدمات، المحروم في المعاقب في تحركاته، ليس له حرية في التنقل والسفر، ليس حرية في ممارسة أعماله ووظائفه اليومية. نحن أمام حالة مزرية وصل إليها الوضع في الجنوب. أنا باعتقادي الآن لو كانوا هؤلاء رجال دولة كانوا يفترض بهم أن يطبعوا الأمر على الأرض، أن ينشروا الأمن، أن يتعاملوا، أن يعلنوا سلطة انفصالية. لا أحد عنده مشكلة في أن تكون هناك سلطة في الجنوب وتحكم وتدير الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية. بالأخير أنا مواطن يمني أو مواطن شمالي بحسب التوصيفات الغبية التي تطلق اليوم بين الشمال والجنوب. أنا بالأخير يهمني أن أنزل إلى هذه المناطق وتوفر على حد من الأمن وعلى حد من حريتي ومسؤوليتي وتنقلاتي دون هذه المصاعب وهذه التحديات التي تواجهني. بالأخير الذي سينزل للجنوب ينزل للجنوب تحت أي صفة كان، حتى إن شاء الله يتعاملوا معه على أنه مواطن دولة أخرى، ما فيش مشكلة. بس المشكلة أنه يكون يتعامل معه كآدمي باحترام. هناك وثائق، هناك بطائق، هناك يعني أوراق ثبوتية تثبت مكانه وعمله وتواجده وتحركاته. بالأخير هذا المطلوب. أما أن تمارس مثل هذه الأعمال البلطجية، أعمال قطاع الطرق التي ليس فيها لا أخلاق ولا قيم ولا قانون ولا شهامة ولا نبل ولا، يعني نحن أمام عصابات فشلوا في أن يكونوا دولة، واليوم أيضا سعوا في بعد أن يعني سعوا كورقة في يد أطراف معينة لإفشال الشرعية، فشلوا عن أن يكونوا بديلا للشرعية، وفشلوا عن أن يكونوا بديلا لمشروع أو تمثيلا لمشروعهم الانفصالي الذي يعني أزعجوا الناس به ورفعوا شعاراته وزايدوا ووصلونا إلى هذه النتيجة. فلا هم الذين سمحوا للشرعية في أن تدبر أعمالها وتدير مصائر الناس وشؤونهم، ولا هم الذين نزلوا إلى الميدان وأداروا المشهد الأمني والمشهد الاقتصادي وأداروا شؤون ومصالح الناس بشيء يحتفظ بكرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم. نحن أمام حالة من السفه والطيش الذي ليس له أي معنى سوى الفشل ومزيد من الفشل. طيب الآن هذا التصريح جاء من هذا القيادي في المجلس، فيما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، هل يعني يمثل خوفا أو شعورا بالخطر خطر وجودي بالنسبة لكيانهم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعني تواجد في فترة معينة والآن يبدو أنهم باتوا غير راضين عن هذا التقارب بين أو ما عرف بتقارب ما بين الإمارات و أولا يا سيدي أي طرف وأي جهة وأي مجموعة أو أي مكون يرهن مصيره وقراره بيد أطراف أخرى ويشتغل ضد وطنه وضد توجهاته وضد مشروعه الذي يعمل على إعلانه، أنا باعتقادي هو أعجز على أن يكون شيئا ما على الأرض. يعني هذا الكيان الهلامي، هل هناك قوى يعني بداخل اليمن لا ترهن هذا القرار قرارها؟ يعني أيضا هنا نقطة يعني يجب أن نكون أو أن نفتح عليها على كثير من علامات التساؤل. شوف أنا أقول لك، أنا نحن في اليمن الآن في مرحلة ارتهان شئنا ما بينه، من الشرعية إلى المكونات إلى كل، لكن في ارتهان عن ارتهان يفرق. يعني في ارتهان أنا في خيار الضرورة أتعامل مع هذه الأطراف، أنا موجود على الأرض وأناور وأدير سياسات معقدة للخروج بأقل الأضرار لي ولوطني والشعبي والمصالح هذا الشعب اليوم الذي يعيش هذه المعركة الدامية والمدمرة. وفي فرق بين أن تكون عبارة عن يعني كيان يستخدم في إطار وظيفي لا علاقة لك سوى أن تسمع وتطيع. أنا باعتقادي الكيان ما يسمى بالحراك الجنوبي الانتقالي هو من هذه الكيانات، كيانات ليس هناك نية حقيقية أو إرادة حقيقية لدى من قاموا بهذا الكيان في أن يكونوا شيئا ما على الأرض. كل ما في الأمر أنه في هذه التوقيت اعلنوا، في هذه التوقيت شكلوا، في هذه التوقيت وقفوا، في هذه التوقيت ارجعوا، يعني وكأنهم كيان ليس لهم كيان حقيقي. والدليل على ذلك هو حالة التشظي الموجود في المشرع الجنوبي. اليوم لهم أكثر من عام على تشكيل هذا المجلس أو إلا قليل، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيء.
يعني كل ما في الأمر أنهم يذهبون إلى أبو ظبي يعودون إلى عدن، وكل ممارستهم التي يمارسونها مزيد من أعمال البلطجية فيما يتعلق يتعلق بالقادمين إلى عدن. يعني كل أعمالهم التي كللت منذ توليهم ومنذ إعلان هذا الكيان هو منع الشماليين من الدخول للجنوب، أو تصفية حسابات وخصومات بينهم البين، واغتيالات وما إلى ذلك. يعني ما هو المنجز الذي ممكن أن يبنى عليه مثل هذا الكيان؟ فيما يتعلق أيضا برهانات الكيان اليمني، الكيان اليمني اليوم نحن في معركة تحرير، ومعركة التحرير هذه لا يمكن أن ننتصر فيها أو نذهب فيها إلى تحقيق نوع من النجاح دون أن نتعاون مع جيراننا ومع الإقليم من حولنا. نحن في معركة مصيرية مع الإقليم كله، ونتعاون مع الإقليم كله، لكن أن تذهب أنت وفي إطار هذه المعركة الكلية وتخترع مسارا آخر لك بعيدا عن هذا الإجماع الإقليمي، حينما يتحدث الإقليم والعالم دائما في كل بياناته وفي كل الأحوال وفي كل المواقف يتحدث عن أمن واستقرار ووحدة اليمن، أنت في يعني بعد التجربة المريرة التي شاهدناها في العراق، والتجربة المريرة التي شاهدناها في برشلونة، هذه التجارب المريرة للحالة الانفصالية في اليوم، العالم اليوم لا يتعامل مع الكيانات الانفصالية لأنها تضيف أعباء مالية واقتصادية وأمنية على المجتمع الدولي، وبالتالي المجتمع الدولي ما عندهش يعني وقت لمزيد من المصائب. يعني الأخوة في الجنوب اليوم أو يسمى في المجلس الانتقالي، لأنهم لا يمثلون الجنوب، هؤلاء يمثلون تيارا واحدا من عدة تيارات في الجنوب لها خيارات مختلفة تتفق وتتصادم مع ما نطرحه بالأخير. هناك تيارات مختلفة لا يمكن أن يمثلها طرف ويدعي أنه يمثل كل الجنوبيين. وبالتالي اليوم الأخوة في المجلس الانتقالي، أنا باعتقادي أنه أمامهم كان فرصة، وأعتقد أنه ضاعت هذه الفرصة عليهم، أن يثبتوا نجاحهم وهم الذين تولوا. ولا زال مثلا هذا الدكتور الخبقي اليوم يدير السلطة المحلية في محافظة لحق، وهي أفشل سلطة موجودة اليوم. هذا الرجل لا يفعل شيء، يعني كل ما في الأمر أنه جالس يأخذ له مخصصات هذه الإدارة، وهو جالس ليس له أي عمل آخر لا على المستوى الأمني ولا على المستوى الإداري ولا على المستوى التنموي. يعني كل ما هنالك أنه جالس فقط يستلم مخصصات مالية. كان بإمكانهم في هذه الجهاز الإداري للدولة والسلطة المحلية أن ينشروا الأمن في هذه المناطق، أن يعيدوا ترميم ما تم يعني حتى في أقل القليل مؤسسات الدولة التي دمرت، المدارس، المستشفيات، أن يعيدوا تطبيع الأمن ويعيدوا المواطنين إلى مناطقهم. هناك لاجئين اليوم من الجنوب لا زالوا في الشمال، لاجئين بالآلاف في المناطق الشمالية، وهم يتحدثون عن دولة وعن استقلال وعن كذا. أولا رتب وضعك البسيط، يعني الوضع العام الموجود في المناطق التي تحت سيطرتك. طيب أنت تحدثت عن نقطة مهمة أستاذ نبيل، وهي نقطة الممارسات التي تحدث للمواطنين في بعض النقاط في المحافظات والمناطق الجنوبية. دعنا نتحدث عن هذه النقطة مع ضيفتنا الناشطة الحقوقية سمية الثور، التي تنضم لنا مشاهدينا الكرام عبر الأسكاب من ألمانيا. أهلا بك أستاذة سمية. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. إذن أستاذة سمية، كيف تتابعين هذه الممارسات التي تحدث لمواطنين في نقاط أمنية في المحافظات الجنوبية؟ طبعا يعني الأخ نبيل قد تكلم عن الموضوع، ويعني ما لاحظناه هذه اليومين الأخيرتين بالذات يعني كان في تهجم غير عادي على اليمنيين القادمين من المناطق الشمالية، من تعز، من صنعاء. اعتبروا عدن في لحظة من اللحظات أنها مجرد مدينة للترانزيت ينتقلوا عبرها إلى خارج اليمن، ونعرف أنه ليس كل اليمنيين بقدرتهم أنهم يخرجوا خارج اليمن. يعني في عدن يعني بحكم أنها يعني من المناطق المحررة، ولو أنه يعني بين قوسين كلمة محررة ما زالت كبيرة على هذه المناطق، لكن يعني الخدمات فيها أفضل من غيرها، يعني خاصة أهلنا في تعز يعني وما يعانوا منه من النقص في الدواء، في الغذاء، في الأمور الخدمية. فيعني من الصعب بما كان أنه نقبل أو أنه واحد يستوعب أنه يمني آخر يمنع اليمني من المدن الأخرى أنه يدخل يستفيد من هذه المدينة أو يلجأ إلى هذه المدينة، وخاصة الآن مع الأوضاع الأخيرة في الكثير من المناطق سواء صنعاء، الحديدة، الكذا. فأكيد في ناس نازحين يعني من ناحية أمنية أيضا محتاجين إلى لجوء، محتاجين إلى خدمات إضافية. يعني أنا أتواصل معي كثير من الناس يقول لي يعني إحنا نزحنا إلى عدن ما لقينا حد أنه
يستقبلنا، يهتم فينا، يعني إنه إيش احتياجاتهم. الناس تعبانة وهاربة، يعني الدنيا صعبة جدا في المناطق الأخرى. فبالتالي يعني أنا من وجهة نظري إنه يعني هذه أمور يبدو لنا إنها ليست أمور ممنهجة من التحالف أو من الشرعية أو من الحزب، يعني من الإمارات أو كذا. يعني أظن أنها فعلا أسلوب ضغط، سواء كان على التحالف. طيب ما الهدف، ما الهدف من أسلوب الضغط؟ يعني من يمارس هذا الضغط، وما الهدف المرجو من هذا؟ يعني أنا أتوقع أنه اللي بيمارسه اللي مع مصلحة في إقلال النسيج الاجتماعي أكثر من ما قد هو أصلاً مشروع، يعني مشكوك، يعني الشك موجود بين اليمنيين، ومثل هذه تزيد الشك. فبالتالي هذه من مصلحة أتوقع أنا المجلس الانتقالي، يعني لأنه يعني في المقابل يعني هناك من يتحدث على أن ربما الأحداث الأخيرة تفرض أو تعمل، يعني تضطر المجلس الانتقالي إلى القيام بهكذا أفعال لوضع أو لإعطاء رسالة إلى دول ما أنهم هم المسيطرين على الأرض. لكن في المقابل هناك من يرى بمقابل هذا الرأي أن يعني هناك مثلا قرار كما تناقلته وسائل الإعلام لدخول عائلة صالح، وتم استقبالها بالمدرعات وبأطقم أمنية أيضا. هذا الأمر يعني إذا كان هناك احتياج لإعطاء قوة أو تمثيل في الأرض، لماذا يتم على البسطاء ولا يتم على من يمكن المساومة معهم إن صح التعبير؟ يعني في البداية يعني هذا هو ما زال خبر ليس مؤكدا، يعني ما زال خبر تناقلته الوسائل الإعلامية، يعني ما زال ليس مؤكدا من أي طرف من الأطراف. ورغم لكن ذلك يعني عضو المجلس الانتقالي، عضو ما يعرف بالمجلس الانتقالي هاني بن بوريك، تحدث على هذا الدور ورحب بهذه الخطوة. يعني خلينا نقول انه يعني يمكن بيلعبوا على السياسة في عدة جهات. يعني اذا رأوا انه الإصلاح او التقارب الآن بين الإصلاح والإمارات مش حيكون في مصلحتهم، في يمكن يكون في معاهم مصالح مع اطراف ثانية ممكن تدعمهم. فبالتالي المسألة مسألة عائلة صالح من دخولها عدم دخولها فعلا يعني مسألة ما تقدرش تبني عليها أي رؤية واضحة، لأنه مش مؤكد الخبر 100%. طيب في سياق هذا كله يعني من هو يعني يجب أن يسائله اليمنيون هو الحكومة الشرعية التي هي برئاسة يعني بوجود رئيس الدولة وكذلك رئيس الحكومة. أين هو دورها بالنسبة لما تراقبينه أستاذة سمية؟ طبعا ما فيش دور، يعني احنا عارفين كلنا والمأساة الحاصلة انه ما فيش دور واضح للشرعية، ما فيش رؤية واضحة لعمل الشرعية، لم تتلها فرصة لا من المجلس الانتقالي او من الأخوة في الجنوب ولا من التحالف انها تمارس عملها في الكثير من المناطق المحررة، وعلى رأسها عدن التي تعتبر الآن العاصمة المؤقتة. فبالتالي أنت لا تستطيع أن تتحدث عن دور للشرعية طالما هي مش موجودة على أرض الواقع، ما في لها أي للأسف، يعني أداء ضعيف جدا. يعني حتى أنه في عندي نسخة قرار لرئيس الوزراء لكن ليس لها أي جدوى، يعني الناس تروح تطالب بحقها يقول لك إحنا ما نقدرش نعمل لكم أي شيء، روحوا لعند فلان، روحوا لعند علان. فدور الحكومة بائس جدا للأسف الشديد، ما استطاعت أنها تروج وتسوق لنفسها بالشكل الصحيح. يعني ما أدريش مشغولين بإيش، لكن فعلا الأداء محزن جدا. طيب وكل دعني أنقل هذه النقطة أستاذة سمية إلى ضيفي هنا الأستاذ نبيل البكيري. برأيك أستاذ نبيل، يعني هل الحكومة الشرعية قادرة على الفعل في ما يخص ملف عرقلة مواطنين من المحافظات الشمالية في بعض النقاط الأمنية، أم أنها في صدد هذا كله وفي صدد المعركة التي يعني يخوضها اليمنيون الآن حتى غير قادرة على إعطاء نموذج في المناطق التي تقول إنها تحت سيطرتها 85% كما يعني يعلن؟ لا شك أن الحكومة قادرة، الحكومة الشرعية قادرة ومسؤولة، مسؤولية مباشرة أمام اليمنيين أيضا. وهذا الفشل الحاصل في هذا الملف أنا باعتقادي أنه هو نتيجة التسويف الذي يعتري أداء الحكومة. كل مرة نحن نسمع
بتوجيهات سيادة الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس الوزراء أحمد عبد المنعم الداغري، أيضا فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية وعدم التعاطي مع المواطنين القادمين من الشمال بأي طريقة من الطرق. لكن في الأخير هذا يبقى كلام إنشائي لا أساس، يعني يبقى هو كلام لا يفرق كثيرا عن كلام المحلل السياسي في الشاشة، لأنه بالأخير أنت رئيس السلطة التنفيذية على الأرض، وأنت المحاسب يعني أمام اليمنيين في أداء واجباتك ووظيفتك هنا في هذه المرحلة وفي كل المراحل. بالأخير ما يحصل في المناطق هذه هو نتيجة طبيعية لعدم وجود مؤسسات أمنية تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء أو للحكومة مباشرة. كل ما هنالك هو يعني السلطة التي تدار أو تدير الجانب الأمني في عدن هي سلطات وميليشيات خارج إطار مؤسسات الدولة. هذه الحقيقة التي لا يجب أن نستحي بقولها للناس. يعني هذه المؤسسات ما يسمى بالحزام الأمني، أيضا حتى على مستوى مثلا ما يسمى ب إدارة أمن ومحافظة عدن، إدارة أمن ومحافظة عدن التي يديرها شلال شائع، إدارة كل فصائل يعني منتمين إليها، انتمون للحراك الجنوبي الانفصالي وهم معروفين بذلك، ولا يؤدون واجباتهم إلا في إطار ما المرسوم لهم من بعض الأطراف أو من قبل قيادات هذه الوحدات الأمنية. يعني ربما هي في خلال ما يعلن في وكالة سبأ للأنباء تغيب إدارة الأمن في اجتماعات اللجنة الأمنية في عدن عندما يحضرها مثلا رئيس الوزراء أو نائب وزير الداخلية مثلا. شوف أنا باعتقادي أيضا المسألة حتى تكون بالصورة الواضحة، هنا قرار إماراتي واضح لعرقلة الحكومة في عدن. هذا القرار لا حل له إلا من خلال التفاهم مباشرة مع الإمارات، وليس من خلال من قبل الشرعية، رئيس قبل الشرعية. نعم قبل الشرعية يجب أن يكون هناك تفاهم واضح. يعني بالأخير أنا لا يعني أنت تترك من يدير المشهد وتذهب إلى المنفذون، المنفذ بالأخير هو يعني يسمع ويطيع وينفذ أمر من يعطيه ومن يموله، وبالتالي أن تظل في إطار البحث عن مخارج خارج إطار السبب الرئيسي والجوهري، هذا نوع من الهروب والتسويف في مسألة المعالجات. الإمارات مسؤولة مباشرة عن هذا الوضع المزري في عدن، ويجب أن يكون هناك خطاب واضح للإمارات إنه ما يتم في اليمن، ما يتم من قبل هذه الأدوات هو ضد الشرعية اليمنية، وضد أيضا حتى فكرة استدعاء هذه القوى لتتدخل في يعني من أجل الشرعية اليمنية. أنتم أتيتم لتدخلوا من أجل إعادة الشرعية، أين الشرعية اليمنية؟ أنتم اليوم أكبر معرق أمام هذه الشرعية اليمنية. أنا باعتقادي الحديث الدبلوماسي الذي يدور في كواليس المشهد أو في شاشات الإعلامية من قبل الحكومة اليمنية حديث تخديري، حديث يعني لا يرقى إلى مستوى رجال الدولة الحقيقيين. نحن في مرحلة انعطافة واضحة فيما يتعلق بمسار الدولة ومصير هذه الشرعية في هذه المرحلة الحساسة والحرجة، ويجب أن يكون هناك خطاب واضح وتحمل للمسؤولية هناك من يعرقل هذا المسار. أما أن نظل نلقي التهام على الحراك الانفصالي والحراك الغير انفصالي، يعني هذا كلام هروب. طيب هذا الحديث عن يعني السياق الرسمي والمسؤوليات، دعني أنتقد بنقطة أخيرة للأستاذة سمية الثور. أستاذة الآن يعني في ظل ما تفضل به الأستاذ نبيل، ما هي رسالة لأبناء الجنوب، أولئك من يمكن أن يقال عنهم أنهم متطرفون، من يعني الأشخاص الذين يحتكون مع المواطنين في الشمال، المواطنين الشماليين ويقومون بإيقافهم، ما هي الرسالة التي يمكن أن توجه لهم من قبلكم وأنت لست محسوبة على طرف كما يبدو لي؟ أنا يعني أولاً كيمنية يعني بالتأكيد كرسالة شخصية أنه يعني عدن لما مرت أيضا يعني بظروف وحرب يعني بحثت عن مناطق أخرى ولجأت إليها، فبالتالي إحنا يعني زي ما يقولوا ما لنا إلا بعضنا في اليمن. إذا كانت السلطات الذي في الأرض الواقع يعني مثل ما نقول يعني سواء الحراك أو الشرعية الغايبة أو في المناطق الغير محررة، في النهاية يعني الإنسان هذا الذي يبحث عن الأمان ويبحث عن العلاج ويبحث عن الغذاء لا نكونش إحنا كيمنيين عدو له إضافة يعني بالإضافة إلى الظروف القاسية اللي يمر فيها. يعني يجب علينا أن تتحرك المنظمات الحقوقية، منظمات المجتمع المدني إن كانت موجودة في عدن أو في أي مناطق أخرى، أن تشتغل في هذا الجانب، خاصة أن إذن يبدو أن هناك مشكلة. على كل حال كنا أشكر الأستاذة سمية الثور الناشطة الحقوقية
التي كانت معنا عبر السكايب من ألمانيا. شكرا جزيلا لك أستاذة سمية. قبل العودة إليك أستاذ نبيل، دعنا نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. شفتنا بالحرب الويل ضربونا احنا من الجبل مضوي علينا انا كل الهدف، بس الله ستر دقت بحقنا احنا المدرسه، اجت الصوت قوي ودقت بحقنا احنا المدرسه، بعدين دخلت امن المقصف حقنا احنا، بعدين راحت بالقم الثاني، بعدين جتنا احنا الضربه، ناس كلهم راحوا، جت الضربه من المسجد رجعت من عندنا احنا قلت لي هنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني. اهلا بك مجددا استاذ نبيل. يعني سواء صحت الاخبار ام لم تصح حول موكب عائله صالح وما شابه، هناك حفاوة حصلت أو أظهرها بعض قادة المجلس الانتقالي مثل هاني بن بريك في ظل وضع نشاهد فيه هذه الممارسات ضد أبناء البسطاء من أبناء المحافظات الجنوبية. هذا التناقض إن صح التعبير في أي سياق يقرأ أستاذ نبيل؟ في سياق الوظيفية السياسية التي تؤديها هذه الأطراف. هذه الأطراف معروفة ما يعني من مولها ومن يديرها، وبالتالي لا يمكن أن تذهب هذه الأطراف في اتجاه معاكس لإرادة ورغبة الممول، هذه الحقيقة. أما ما يمارس على سبيل المثال ضد المواطن البسيط العادي هو يأتي في إطار حملة الكراهية التي ترعاها هذه الأطراف الرسمية أيضا. هذه المفارقات الغريبة، إنه هذه الأطراف الرسمية سواء الممول أو العاملون على الأرض ما يسمى بالحراك الانفصالي وغيره من هذه الأدوات، هناك حملة كراهية مقيتة تتم في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلامية أيضا حتى على مستوى القنوات التي تتبع هذه الجماعات، وبالتالي ما يدور في الشارع يعني ما يعني ممارسات لأعمال الكراهية وانعكاساتها السلبية على أداء على نفسية الناس وعلى المواطنين وعلى تسير مصالحهم هي بالأخير يعني تعبر عن قمة الغباء السياسي الذي يستبطن في تفكير وسلوك هذه الجماعات التي تبدي سلوكا وتعمل سلوكا مغايرا له. وبالتالي هذا ليس لا بمصلحة هذه الأطراف ولا بمصلحة المواطن البسيط، ولا هي بالأخير ستؤدي إلى مشهد عبثي لن يستقر فيه الوضع لأحد. الاحتقانات والكراهية لا تبني دول، لا، الكراهية عمرها ما بنت دول ولا بنت مجتمعات مستقرة، إنما تؤدي إلى تشظيات هذه المجتمعات وتذهب إلى مواجهات ومصادمات وإلى جحيم من الاقتتال الأهلي في كل المراحل أو في مرحلة لاحقة. يعني في ظل ما تتفضل به، يعني الآن أعود إلى بيان الخباجي، يتحدث على أنه، وأنا يعني أقتبس منه، هناك عداء مباشر وحاقد للمشروع الجنوبي وقياداته وحامليه، وهذا العداء غير المبرر يجعل من الإخوان معادين للاستقرار وتحرير محافظات الجنوب، ويشير إلى تورط مباشر أو غير مباشر بتقويض الاستقرار الأمني والسكين العامة. يعني هل هذا مبرر هذا الكلام؟ إن يعني لا، هو شوف إن صح، يعني إن صح مغزى أو معنى، هل هو مبرر للتصرفات ضد يعني بسطاء؟ شوف، هذا ليس مبرر على الإطلاق في أن تقيد حرية شخص فرد عادي في نقطة من نقاط التفتيش أو في أي مكان على وجه الأرض. هذا شماعة ومبرر لواحد فاشل فشلا ذريع، يعلقون فشلهم على مستوى إدارة المهام التي هم فيها سواء في السلطة المحلية أو في ما يسمى بالحراك الانتقالي والحراك المجلس الانتقالي. هم فشلوا على مستوى إدارة السلطات المحلية التي عينوا فيها بموجب قرار جمهوري صادر عن حكومة الجمهورية اليمنية وليس عن حكومة موزمبيق أو جنوب الكون اليمني. هؤلاء تم تعيينهم بقرارات، وهذا الخبجي على رأس القائمة، تم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي الممثل الشرعي والوحيد للجمهورية اليمنية الذي يعمل تحتها هذا الكائن، لكن في حقيقة الأمر ترى كيف يتصرف. يعني هذا نوع من الغباء الذي ليس له تفسير، يعني انحطاط في التفكير. يعني واحد يعمل تحت سلطة وبقرار جمهوري من رئاسة الجمهورية اليمنية ويذهب للحديث عن جمهورية موزمبيق وجمهورية
يعني هذا. طيب يعني بالمقابل أستاذ نبيل، يعني في ظل التصرفات السياسية أو طريقة العمل السياسي بداخل اليمن الآن، وفي ظل الفترة الأخيرة، ما هو المتاح بالنسبة لهم كحامل مشروع أو فكرة؟ شوف، يعني إذا أتينا للواقع ووصفنا الواقع بموضوعية ومنهجية، اليوم الجنوب كله لم يعد هناك موظف شمالي واحد في الجنوب، لا على مستوى السلطات المحلية ولا على مستوى الإدارات ولا على مستوى حتى الموظف العادي والبسيط، لم يعد هناك. كان الإخوة في الحراك الانفصالي وفي كل الحراك الجنوبي بكل تفاصيلاته يقولون ويذهبون ويتحدثون على أن الجنوب محتل من قبل الشمال، ويعني هذه اللغة التسطيحية العائمة التي يعني لا تفقه حقائق الأشياء والأمور. الآن رئيس الجمهورية جنوبي، رئيس الوزراء جنوبي، السلطة التنفيذية أكثر من ثلثي وزراء الدولة جنوبيون، كل مؤسسات الدولة جنوبيون، وخاصة في المناطق الجنوبية لم يعد هناك شمالي واحد على الإطلاق. وبالتالي حينما تأتي، طيب يقال في بعض النقاط من قبل يعني متحدثين باسم المجلس الانتقالي أن الرئيس هادي مثلا يعني شخصية جنوبية وهي على رأس السلطة الشرعية يعني محاط بحزب الإصلاح، هل هذا سياق مبرر؟ هذا ليس مبرر على الإطلاق. أنت تتحدث عن رئيس جمهورية وتأتي لتتحدث تقول أن رئيس الجمهورية هذا مقيد ومحاسب وموجه من زيد أو من عمرو من الناس، يعني مبرر اليوم يعني مثل الحديث عن الإصلاح، أنا باعتقادي هذا المبرر لم يعد له أي معنى على الإطلاق. لماذا؟ لأنه اليوم أنتم في الجنوب كله بيدكم يا أخي، هذا الجنوب سلمنا لكم، الجنوب تحركوا ديروا هذا الجنوب إدارة ناجحة وانهضوا بهذا الجنوب اليوم، واذهبوا إن شاء الله إلى استقلال وناجز، واعلنوا ما شئتم، حتى جمهورية الموز اعلنوها، ما عندنا مشكلة. المشكلة أن يكون هناك جزء من اليمن مستقر، يستطيع اليمني الذي يظلم في الشمال أن يذهب إلى الجنوب، ويستطيع اليمني الذي في الجنوب ليتحرك إلى الشمال أو إلى أي مكان في العالم. نحن في الأخير كمواطنين بسطاء لا تعنينا تقلبات السياسة في فوق وصراعات النخب السياسية. أنا كمواطن بسيط يهمني أن أمر وأعبر في الطريق دون يعني بكامل سلامتي وبكامل حقوقي، ولا أحد يعترضني في الطريق ويمنع سفري أو يقيد حريتي. هذا بالأخير أنا معنيهم به. أنا معني بأن تصل سلعتي من ميناء عدن إلى منطقتي، أنا معني بأن مريضي يذهب إلى المستشفى دون أن يعترضه أحد، أو الجريح يذهب. يعني ما يحصل في الجنوب هي نوع من العبث، نوع من الفشل الذي لم يعد لهم مبرر على الإطلاق. اليوم إلقاء عائقة الفشل أو يعني شماعة الفشل على زيد أو عمرو من الناس، على الشرعية أو على الإصلاح أو على، يعني هذا نوع من الفشل الذي أصبح المواطن في الجنوب. نحن نسمع لإخواننا في الجنوب ونتواصل ليل نهار مع إخوة في الجنوب وناشطين موجودين في عدن، فيتحدثون على أن الناس وصلت إلى مرحلة يعني مرحلة عدم القدرة على التحمل مزيد من هذه الأخطاء الكارثية. اليوم المواطن في الجنوب يطالب براتبه، يطالب بمستشفى، يطالب بمدرسة، يطالب بأن يعود آمن مستقر في منطقته، مش قادر نتيجة لهذه الكائنات التي اليوم يعني تتسيد المشهد السياسي وتعبث لصالح ترتيب صفوفها ومصالحها. طيب الشخصية. دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ نبيل الناشط السياسي أستاذ فهمي الثقاف الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ فهمي. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الأعزاء. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذا أستاذ فهمي، كيف تابعت تصريح القيادي في المجلس الانتقالي ناصر الخبجي؟ يعني كثيرون يتحدثون على أن هناك نبرة غاضبة من التحالف، هناك تهديد بالبحث عن شركاء آخرين، ما الذي يعنيه ذلك؟ يا عزيزي، المشكلة تكمن أصلا في هؤلاء، في أعضاء في المجلس الانتقالي نفسه. طبعا الخبجي هو واحد من قادة المجلس الانتقالي. مشكلة المجلس الانتقالي تكمن في أنهم ظنوا أن التحالف أو العلاقة التي تربطهم بالإمارات هي حصرية فقط بينهم وبين الإمارات، لم يفكروا أو لم يتعاملوا للأسف الشديد يعني بذهنية السياسي حتى الآن. الإشكال يكمن فين؟ الإشكال يكمن أنه هؤلاء ظنوا أنه الإمارات وهي دولة طبعا لن تنفتح على آخرين أو من يعتبرون خصومهم. طبعا الإصلاح في سبق وأن تمت سيطرته كحزب وحمل كل الأخطاء وكل الأوضاع اللي مرها ليس الجنوب فقط بل والشمال،
الامر هذا انعكس على شركاء الامارات او من او يصفون انفسهم بانهم هم الشركاء الحقيقيين. وهنا المشكله، انخرطت العلاقه هنا. يعني تكون الامارات كدوله يعني وجدت انه وجدت انه ما لا سبيل امامها الى انجاز شيء الا وان تقدم خطوه باتجاه ان تقوم على اليمن للاصلاح كحزب موجود وفاعل على الساحه، شئنا ما بين اختلفنا او اتفقنا معه، وفتحت معه الحوار. هذا الحوار الى ماذا سيفضي هذا امر اخر، لكن هؤلاء ظنوا انه يعني عملوا زي شغل الضرائر، لا يقبلوا باخر امامهم. لانه هم تورطوا، اذا لو كان هم تعاملوا بذهنيه سياسي ومدوا جسور قنوات اتصال مع كل القوى السياسيه اليمنيه في الساحه الموجوده في الساحه وهكذا، لكان المشهد في تقديري مختلف تماما. لكانت الامارات والتحالف نفسه هو من ينشد التغرب او الوصل مع هؤلاء. لكن للاسف الشديد هؤلاء يقدموا انفسهم فقط محض شغاء ادوات. طيب الان استاذ فامي، هل تعتقد مجرد منفذين يعني مشيئه غيرهم، مشيئه التعارف، مشيئه الامارات تحديدا؟ طيب الان هل تعتقد ان ما يقال على انه تقارب حدث ما بين الاصلاح و التحالف أو الإمارات على وجه التحديد، هل يمكن له أن يفضي إلى وضع جديد في عدن وبقية المحافظات المحررة تحديدا في المناطق الجنوبية؟ طبعا اللغة هذا تم يعني لم يمضي عليه إلا أيام يومين تقريبا على أكثر تقدير. في تقديري أنا أعتقد أن قادة الإصلاح طبعا لديهم ما يكفي من الخبرة السياسية وهكذا، وأنا حقا أتمنى من كل قلبي أن قادة تقوم على اليمن للإصلاح لا يقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه المجلس الانتقالي وتأخذهم الأماني والأوهام بعيدا عن الواقع، ويخسر الوطن أولا وهم تاليا، ويكسب تحالف السعودية والإمارات على حساب الجميع دون أي عناء أن يذكر. كي يتجنب الإصلاح مصيرا أسوأ من مصير الانتقالي ومن سبقهم، علي أن يفتح أو عليه أن ينفتح على كل القوى السياسية اليمنية دون استثناء أو استعلاء وخيلاء، وأن يفتح قنوات اتصال مع الجميع ويمد جسور وصل واتصال مع كل القوى السياسية اليمنية بهدف إنجاز مشروع وطني يمني ولو بالحد الأدنى، ويتوخى منه وقف نزيف الدم ولهم آلة الحرب لحل السلام بديلا عن الحرب والدمار، وتسود قوة العقل والسلام والحوار التي بها وحدها تحل جميع مشاكل الوطن وأزماته. واحسب ان قاده الاصلاح يدركون هذا قبل غيرهم. طيب الان التجارب طبعا من قبل انه مساله الاحتكار، احتكار السلطه او اللجوء الى المحافظه يعني ادى الى ما ادى الى اوضاع التي نعيشها اليوم او بسببها. فعلى الاخوه في الكلمه على اليمن الاصلاح ان يمدوا فعلا اتصالاتهم مع كل القوى السياسيه، وبعد ذلك فعلا يكسب الوطن ويكسب الجميع. طيب الان وانت تتحدث من عدن استاذ فهمي، ما هي الاولويات التي يفترض ان تحدث في محاوله لتثبيت حضور الدوله في عدن وبقيه المحافظات المحرره؟ مساله تثبيت الدوله في عدن يا استاذ اعتقد انه تضع مهمتها على السلطه الشرعيه والتحالف التوازي. دون هؤلاء يعني تصور انت الان نحن على وشك ان تنتهي السنه الثالثه للحرب، واكثر من عامين ما يطلق عليه تحرير عدن، لكن في الحقيقه اين هذا التحرير؟ لا نراه مجسدا على ارض الواقع، بالعكس. عدن الى الان طبعا لم يفتح فيها القضاء بشكل طبيعي، ولا اقسام الشرطه اشتغلت فيها بشكل طبيعي، ولا النيابه العامه اشتغلت فيها بشكل طبيعي، وكثير من مقاطع الدوله تكاد تكون شبه معطله. مساله الامن والى اخره، يعني نجد انه عندنا ثمه اكثر من قوى امنيه متعدده، لا تدري الشرعي منها وغير الشرعي، الكل يلبس البزه العسكريه ولا تدري منهم منه العسكري ومنه المدني. يعني في ظل هذا الفوضى السائدة الآن في المشهد الراهن في الجنوب، من سببها الشرعية، عندما نتحدث عن الشرعية، الشرعية إذا كان الشرعية بكلها رئيسها ممنوع يكاد يكون رهينة داخل الرياض، للأسف الشديد ممنوع عليها أن يصل عاصمته ما يطلق عليها العاصمة المؤقتة. طيب الحكومة نفسها أيضا عندما تصل فهي محصورة داخل معاشيط، طبعا رئيس مجلس الوزراء حين هم بالاحتفال
في معسكر صلاح الدين مع القوات المسلحه التابعه للشرعيه منع من الوصول الى المعسكر. من اللي منعها؟ منعت القوات الحزام الامني اللي ايضا تتبع الامارات وشكلتها الامارات ولها الامارات للاسف الشديد. طبعا نعم. عندما تكون وضع الحكومه بهذا الشكل والشرعيه عموما يعني لا يمكن ان نامل في انه والله تستقر الامور وان الامور تمشي للافضل وان تحصل نقله الى الافضل في الاوضاع الراهنه التي تعيشها عدن وليس عدن وحدها فقط بل كل المناطق او المحافظات التي يطلق عليها بانها محرره. إذن أعتقد أن المسؤولية هنا مشتركة طبعا. إن كانت الإمارات لا تريد هذه إذا كانت الإمارات تريد يعني أن نعم وحسب بيان مجلس حسب بيان التحالف أنها أتت من أجل الشرعية وتثبت الشرعية وتعيد الشرعية إلى السلطة وإلى آخره وفق بيان التحالف العربي فأعتقد أن كان بمقدورها هي والسعودية شاهدت لكن الإمارات لأن اللاعب الرئيسي داخل عدن الآن السعودية كانت حضورها لا يذكر أو غير محسوس كان بإمكانها لكن ذهبت إلى أنها تعمل تشكل قوات أمنية تتبعها ولا أهلها طبعا فبالتالي أي خدمة تقدمها للشرعية هؤلاء يأتمروا بأمرها إذا كانت الإمارات غير راضية عن هذه التصرفات لألجمتها في دقيقة واحدة في لحظة واحدة بأمر واحد لكنها لها مآربها طبعا من الاوضاع ان تظل الاوضاع بهذا الشكل وان يظل هذا الانفلات يعني للاسف الشديد. اشكرك اذا على الشرعيه ان تخوض حقا بمصارحه ومكاشفه ومراجعه لهذه العلاقه مع التحالف. اشكرك اذا الناشط السياسي الاستاذ فهمي الثقاف كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بهذه النقطه المهمه استاذ نبيل يعني ما حدث خلال الايام الماضيه على المستوى السياسي هذا اللقاء تقارب توافق تحالف جديد اي يعني اي ما كان تسميته هل سنلمس اثر له على الارض هل سيعود الرئيس عبد ربه منصور هادي ويثبت حضور الدوله في المناطق المحرره تثبت يعني تصنع من عدن نموذج للمحافظات المحرره يغري بقيه يعني الخائفين او المترددين من ابناء اليمن الذين يقبعون تحت سيطره ميليشيات الحوثيين ب الانحياز معركة الجمهورية بمواجهة الانقلاب أي تحالف وأي تقارب وأي تشكلات على الساحة السياسية ما لم يكن في مقدمتها عودة الرئيس هادي إلى عدن لا معنى لها على الإطلاق وبالتالي حينما نتحدث عن تحالفات هذه التحالفات ليست بمعزل عن الشرعية بين كل الأطراف الاجتماع الأخير الذي ضم قيادات التحالف مع جماعة الإصلاح وقيادة الإصلاح هو بالأخير في إطار مظلة الشرعية اليمنية والذهاب إلى أي تسويات أو إلى تحالفات بعيداً عن الشرعية يعتبر خيانة لهذه الشرعية لأنه حتى التحالف العربي حينما يذهب أو إذا هناك أي ترتيبات في سياق ما بعيداً عن هذه الشرعية فإن أول من يفقد مشروعية تدخله في اليمن هو التحالف العربي وبالتالي الإصلاح يعي جيداً وهذا الحزب الذي ضحى ويقدم الكثير من التضحيات يعي جيداً أن لا معنى للإصلاح ولا معنى لأي تحالفات ما لم تكن عودة الشرعية إلى الأراضي المحررة واستعادة مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في هذه المناطق كل ما سيقوم أو ما سينجز عليه أو سيترتب عليه هذه اللقاءات هي لا تعني اليمنيين ولا تعني شرعيتنا ولا تعني المعركة الحقيقية اليمنية على الإطلاق لهذا أنا باعتقادي هو المدخل الأول والأخير لفهم تداعيات أي تحالفات في المرحلة القادمة الشرعية أولاً والشرعية هي غطاء لكل هذه التحالفات وهي غطاء لهذه المعركة التي يتدخل فيها التحالف العربي ويقود فيها هذه المعركة في اليمن أنا باعتقادي لن يتم في اليمن أي حلحلة على كل المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلا تحت غطاء هذه الشرعية المعترف بها دوليا غير ذلك أنا باعتقادي سيكون الحديث من العبث وسيكون أيضا أي تحالفات عبثية لا معنى لها في حاضر اليمنيين ولا في مستقبلهم الكاتب والباحث الأستاذ نبيل البكير كنت معنا في حلقة اليوم شكرا جزيلا لتواجدك هنا كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني إلى اللقاء